انتوا شايفين ان ممكن الجمهور يحصركم في ادوار التمثيل او ما يحبكوش او تضيعوا مثلا نجاح بنيتوه قبل كده من اغاني انا جدع وغيرها؟ ادينا بنجرب والتوفيق يعني بتاع ربنا. هو الموضوع كده كده التوفيق بتاع ربنا زي ما قال، بس هو في دور يعني الناس لو حبيتك في دور معين هي خلاص هي يعني حبيتك في هنا فحبيتك موضوع التمثيل. معلش في ناس كتير قوي دخلت موضوع التمثيل بس ما جاتش او ما اتقبلتش مع الناس، فهو في الاخر هي راجع للناس وراجع للمشاهدين. عايز نقطه يا كلامك يا محمد، احنا داخلين بدورنا برضه، يعني احنا داخلين بشكلنا بس مش باسامينا، مش باسامينا. ان اللون ده حبيته الناس طبعا من اغنيه انا جدع، وبتمنى ان انتوا تغنوها لنا بس عشان ماشي. ابدا بقى انا جدع. انا لو خس جسمي كفايه اسمي ومجنون رسمي بس ابن حلال، ومليش انا في الايام مرسوم على وشي الابتسامه، وفي اي بلد ليا علامه والبركه في حب الناس. انا جدع ايوه انا جدع، في مره حد مني اتوجع على لساني نطق بكلمه ورجع. عايزين نبس عايزين نبس هي على فكره يقولوا لنا عايزين الاغنيه بتاعت الفيلم بقى. اي طب ننهي كلمه اخيره بس للجمل. احنا ربنا وفقنا ان شاء الله وعملنا اللي علينا، وربنا يكرمنا ودعوات يا رب الناس يعني. رب ايكا يا رب ايكا ويكا يعجبوكم فيلم بنسيون دلال، ويا رب يعجب جميع المشاهدين يا رب. والف مليون مبروك والف مليون مبروك. ده عمرو الابيض داخل بدور متحرش في فيلم بنسيون دلال الايام اللي جايه. يعني انا واقف جنبه وخايف بصراحه، يعني هو متحرش طالع متحرش قوي جدا. ربنا يكرمه طالع معانا فيلم بنسيون دلال عمرو الابيض برضه. ايدك جنبك يا عم متحرش بقى. بشكرك جدا ربنا يخليك. اتفضل.